لو الحكاية فيها إن فيديو. سبب الزحمة. الزحمة اللي بتعمل كل ده والأعداد بتبقى كبيرة والناس ما بتعرفش تركب، فهو المترو هو بسبب كده مش أكتر. طب شايف حضرتك ممكن يكون إيه البديل؟ هو البديل إن هما ممكن مثلا يخففوا مثلا من الأعداد، إن الأعداد بتبقى كتيرة، إن هما مثلا ممكن يكتروا مثلا المترو، يزودوا مثلا أعداد المترو. والله ممكن تكون إهمال في سوء الإدارة مش أكتر يعني. طب أنت شايف إيه الحلول؟ والله الحلول ان كل واحد مسؤول يخلي باله من اللي بيحصل، ماشي. اداره اي مكان لازم تكون مسؤوله عن اللي بيحصل برضو، تمام. الاهمال في كل حاجه في البلد مش شرط المترو بس. طب حضرتك ممكن يكون في بديل عن المترو ولا بديل؟ لا، هو انا عندي المترو رقم واحد في صراحه في المواصلات في مصر. يكون ربط الشبكه باي اعطال سريعه خلال الدقيقه او في تصوير عليها، ده بيحصل مثلا مع الطيارات والحاجات دي، ان اي ترافيك في العالم لازم مراقب. طب حضرتك شايف في وسيلة غير المترو بديلة تحل محله؟ ايه بقى، في حاجات فوق الارض بقى، مثلا تفريك الحاجات دي، طيران وكده يعني، طيارات او طرق بديلة اسرع، لان كل المتقاطعة كلها دلوقتي النهارده مشكلة صعبة. والله انا شايف ان سبب الاعطال ان الشركة الفرنسية سابت المترو دلوقتي وديتها الشركة المصرية، ومبقاش في نظام فيها دلوقتي. الوتر بقى طالب منه محتاج كتير قوي برضه، الحاجات اللي بتحصل في البلد التفجيرات والحاجات دي كلها مأدية ان برضه المترو بيقف، وده بيعمل التكدس برضه. في مشكلة تانية، الناس اللي هي بتقف سنة اكتر من المترو برضه بيعملوا زحام على المترو، بنيجي في المحطات الرئيسية وبيبقى في وقت كتير فيها. طب انت شايف الحلول ايه؟ وهي الحلول ممكن في المحطات الرئيسية زي ما بتحصل دلوقتي، مثلا ممكن القطر يطلع من محطة رمسيس مثلا اتجاه حلوان على طول، يكون جاي محطة رمسيس فاضي. ده بيحصل دلوقتي بس القطر كل اللي بيقاشين قطر، يعني ممكن نعمل يعني نزود عدد القطرات بحيث ان احنا نخفف التكدس على المحطات الرئيسية، وده برضه هيسهل الأمن شوية وتبقى الدنيا ماشية مظبوط. طب حضرتك شايف في وسيلة تغني عن المترو ولا؟ لا طبعا.